بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في ابن عثمان رواه بالمعنى والله أعلم. في حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية والمقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه، حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله، وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة. ترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، يعني المصلى لا يكون له منبر، يعني منبر في المسجد. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، كان أمير على المدينة لمعاوية رضي الله عنه، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يعني كان الناس ينصرفون يعني لا يعني يحضرون الخطبة، فأراد أن إيه يعني أن يخطب أولا حتى يحبس الناس في الصلاة. يقول: فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه، يعني أبو سعيد الخدري جذب يعني ثوب مروان، فجذبت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وطبعا ده خلاف السنة. قول: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب، وما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل، طبعا هو أبو سعيد الخدري، فقال: يا مروان خالفت السنة. الحديث. قوله: حدثنا محمد بن جعفر أي بن أبي كثير المدني، وعياض بن عبد الله أي بن سعد بن أبي صرح القرشي المدني، ورجال كلهم مدنيون. قوله: عن أبي سعيد في رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال: سمعت أبا سعيد، وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. قوله: إلى المصلى هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان كناني صاحب مالك. قوله: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض: فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه. ولابن خزيمة في رواية المختصرة: خطب يوم عيد على رجليه. هذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان. قال: مقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان، وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال: أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان، كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصل. وهذا معضل، والمعضل يعني ما سقط منه راويان على التوالي. وفي الصحيحين وما في الصحيحين أصح، إن أول من اتخذه مروان بن الحكم وليس عثمان رضي الله عنه. فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه ثم أعاده مروان، ولم يطلع على ذلك أبو سعيد. وإنما اختص كثير من الصلت ببناء المسجد ببناء المنبر بالمصلى، لأن داره كانت مجاورة للمصلى كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلتي كانت دار كثير ابن الصلتي قبلة المصلى في العيدين، وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة انتهى. وإنما بنى كثير ابن الصلتي داره بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة
لكنها لما صلت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلي بمجاورتها، وكثير مذكور هو ابن الصلت ابن معاوية الكندي تبعي كبير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة هو وأخويه يعني بعده فسكنها وحالف بني جمعة. وروى ابن سعد الإسناد صحيح إلى نافع قال كان اسم كثير ابن الصلت قليلا فسمى عمر كثيرا، كان اسمه قليل ابن الصلت فسمى عمر كثير ابن الصلت. ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأول أصح، وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده وكان له شرف وذكر، وابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتح أحدهما أو فتح أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة، وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن مندة وفي صحته نظر، إن أبوه يعني كان من الأئمة الصحابة. قوله فإن كان يريد أن يقطع بعثا أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات، قوله خرجت مع مروان زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس يبني وهو بيني وبين أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري، قوله فجذبته بثوبه أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على عادة، وقوله فقلت له غيرتم والله صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب، قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. فهو ظاهر في أن غير أبو سعيد هو الذي أنكر، ووقف مع أبو سعيد يعني يده أو ثبته وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد، وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول باب، فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت أن أنكر مرة أبو سعيد ويعني مرة يعني غيره، ويدل على ذلك المغيرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء، ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى، وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكر عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة أخرى. ويدل على التغير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس. قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها أي الخطبة قبل الصلاة، هذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه، وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى. في هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال الزين بن نير إنما اختاروا أن يكون باللبن اللي هو الطوب الأخضر لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، لأن اللبن يعني مبني يعني بخلاف خشب منبر الجامع، وفي أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، هذه السنة. والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان يعني فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم. وفي الخروج إلى المصلى في العيد وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، يعني إلا في المسجد مكة يعني المسجد الحرام فتصلى في المسجد، ولأن مكة عبارة عن جبال يعني فيش المنخفض اللي هو في يعني في الكعبة. وفي إنكار العلماء الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفي حلف العالم على صدق ما يخبر به، والمباحثة في الأحكام وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، أن أبي سعيد حضر خطبة ولم ينصرف، لأن الخلاف شر يعني كما يعني أنكر ابن مسعود على عثمان القصر في منى، والسنة الإتمام في منى السنة القصر، ولكنه أتم وقال الخلاف شر. وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل بها على أن المبادئة بالصلاة يعني فيها ليست بشرط في صحتها والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس،
فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على الهيئة يعني فيها ليست يعني من شرطها والله أعلم. واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال فلو عمر بلد فكان مسجد أهلي يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه. يعني يبدو قياسا على إيه؟ يعني على مكة. فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. يعني مش من صحة الصلاة إن تكون خارج المسجد. مقتضى هذا أن العلة تدور مع الضيق والسعة لا لذات الخروج يعني إلى الصحراء. وإلا كان في مكة مثلا خرجوا إلى الصحراء لأن المطلوب حصول العموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.